كل مشاهدي برنامج بيت على الصخر. من اول حاجات اللي ربنا قالها لما جه يخلق حواء ان حواء تكون معين نظير لادم. يا ترى الموضوع ده والوصيه دي خلاص خلصت كده عند حواء وادم، ولا مفروض ان هي تكون مكمله معانا في كل بيت وفي كل اسره مسيحيه موجوده؟ يا ترى ازاي ممكن تكون الزوج او الزوجه معين ونظير للطرف الثاني؟ يا ترى ايه هي مثلا صور المشاركه اللي ممكن تكون ما بينهم؟ تعالوا نشوف الاجابات على كل الاسئله دي مع بعض. الحقيقه محتاجين فعلا اخواتي الرجاله ان هم يبقوا شويه معينين لزوجاتهم، ان الزوجات الحقيقه يعني الفتره اللي فاتت دي بينزلوا يشتغلوا، بينزلوا يسوقوا، ينزلوا يودوا الولاد المدرسه، بيرجعوا تاني ويكملوا العيشه في البيت، مذاكره، طبيخ، نوم، لغايه لما الزوج يرجع. هو احنا لو اتكلمنا عن كلمه معين، ان انا المفروض اساعده، اقويه في وقت تعبه، وقت شدته، يجي من شغله تعبان، ما بقاش لود عليه، ما بقاش اختار الوقت المناسب ان انا ما ضايقوش في حاجه، ابقى سبورت ليه في كل حاجه. هي الحياه دلوقتي بقت مليانه حاجات كتيره جدا جدا جدا، صعب ان حد يشيل لوحده. هو ربنا خلقنا عشان نساعد بعض في كل حاجه، يعني من الاول خالص قبل حتى ما يبقى في ولاد، في البيت، في الشغل، في المصاريف انها تتقسم ما بيننا، ان احنا نساعد بعض فيها. بعد كده طبعا مع الولاد التربية، ان احنا نتفق على الرولز اللي المفروض ان احنا نربي ولادنا عليها، والرولز اللي حابين ان هي تبقى ماشية في العيلة، في البيت نفسه هيمشي ازاي. المفروض ان الزوجة تبقى عارفة ان الزوج عليه عبء كبير برا البيت لما تكون ما بتشتغلش مثلا، فتحاول على قد ما تقدر ان هي ما تحملوش مشاكل الولاد اكتر من اللازم. أولا المتشاركين ان هم متفاهمين ان في رولز في البيت لازم نطبقها مع بعض، في حاجات معينه احنا اتفقنا عليها، ما ينفعش الولاد مثلا عشان بابا قال لا فماما تقول اه، لازم نبقى متفقين في حاجات. واهم حاجه الزوج يقدمها لزوجته هو ان هو يحبها. احنا لو خدنا كلمه معينا خلاص احنا ساعدته، نظيرا بقى ان احنا الاثنين زي بعض. ما ينفعش ان الست تفضل شايله كل حاجه في البيت لوحدها، في الاول وفي الاخر ان كل المهام لازم تتوزع علينا كلنا. مفيش حاجه تنفع الست تعملها والراجل ما يعملهاش. كلمه لا مثلا الاكل ماما هي اللي بتعمل، الغسيل ماما، لا، مفيش مانع ان احنا كلنا نساعد بعض، لان في الاول وفي الاخر لما هم هيساعدوا بعض ويحبوا بعض هيبقى قصاد عيالهم ان هم يطلعوا في الاول وفي الاخر شخصيه سويه. ما اقدرش اقول ان بس الزوجه هي اللي بتعين جوزها، هي كونها تقوم بواجباتها في البيت ده في حد ذاته مساعدة لي، ان هو لما يروح الشغل ويرجع يبقى هي شايلة ومش رامية كل حاجة عليه. وهو كمان نفس الموضوع، يعني في الوقت الحالي ما نقدرش نقول ان حد فيهم بيساعد التاني وخلاص على كده، لا، لازم الاثنين، لازم هو بيشتغل وهي كمان تشتغل، فهم الاثنين بيساعدوا بعض. والولاد طبعا بيلعبوهم لعبة لطيفة قوي بتاعت القط والفار، اللي هو اروح اسأل ماما تقول حاجة، اروح رايح اسأل بابا عشان اجيب رد تاني، فلا، لازم يبقوا متفقين على كل حاجة، يبقى في محبة، لان ده بينعكس كمان بعد كده على الولاد لما بيشوفوا ان الاب والام متعاونين متفاهمين، في بينهم محبه، في بينهم تعاون في كل شيء بره البيت وجوه البيت، في ترابط اسري، ده بيأثر بعد كده على الولاد. فاحنا بمعاملتنا بنأثر على اولادنا بعد كده في حياتهم.